دونك انت ما يقلقكش هادي غنى لك اغنيه ديالك نهائيا. كان واحد الشاب مغربي من بني ملال تشهر في الانترنت كيدير لي باغودي كيقلد عباد الله وي. وواحد النهار غنى لك الاغنيه ديالك وقال بانك تقلقتي وعيطتي ليه. نشوفوا ليكستخي ونخليو لك التعليق. واخا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السي سعد المجرب اخويا الفنان، اش بغيتي عندي تبقى تعيط عليا في التليفون، تبقى تهددني، تقول لي غنشوفك في المغرب، غنخويك المغرب، ما غتبقاش، غتولي يولي الشعب قاعد يضحك عليك. علاش اخويا جبتني انا عفنان العادي، اش بغيتي عندي؟ سالينا راه عجبات الناس يضحكوك، انا سي بغيت عين ضحك الناس، غنيتها بغيت نضحك الناس، ما شغلكش فيا السي. وبعد هذيك سالينا ما ديالكش انت بعدا اصلا كاع السي ساعد المجرب، واسي ساعد المجرب راه سالينا ماشي ديالك بعدا انت تتهضر. عاطيني البارح بالليل المحامي ديالك تيهضر معايا، نقول له دوز لي داك السيد اللي تيهضر معايا، تيقول لي راه ما بغاش يهضر معاك. اش غتكون انت السي ساعد المجرب؟ اش غتكون انت السي مغني؟ المغني في المغرب راه صافا، راه عطا الله ولا 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 قياس، ما بقاش يتهصر المغني في المغرب. كي داير؟ اش بغيتي تكون انت كاع؟ لا يمكنش. لا اللي عجبني عاوتاني هو تيخلي داك يعني هو قال لي الميساج يخلي الاداب، تيخلي ديما السي سعد المجرد، فهمتي ديك اللعبه في الاول ديما اش بغيت تكون انت السي سعد المجرد. هادشي بصح، هادشي بصح وقع نهائيا، ما كاينش هادشي. انا هضرت معاه يعني ما بغيتش، بالعكس انا ما بغيتش هذيك الصوره اللي عنده عليا اللي هي كانت زوينه وبغى يخسرها واحد الانسان مجهول. عيط له في التليفون لانه السي يونس دار واحد غلط كبير، غنى سالينا ودار التليفون النمره ديال التليفون ديالو في اليوتيوب. هما عيطوا الدراري ضحكوا عليه شي دراري الله يجازيهم بخير، هضروا بصوتك باسم الله يسامحهم، ماشي الله يجازيهم بخير. عيطوا وقالوا ليه السي اش كدير وهذا، ما خصكش دير بحال هكا، ما تبقاش غني ولا غندوزك محامي ديالي وهذا. المهم ضحكوا عليه وللاسف تيق وسحب له. انا اللي قلت له هضرتي معاه نهائيا، انا بالعكس سالينا ولات اغنيه ديال